خلونا نعرف من المهندس يحيى زكي المدير التنفيذي لدار الهندسة ماذا سيعرض في المؤتمر. مهندس يحيى مساء الخير. مساء الخير استاذ علي. اهلا بيك. ايه اللي هتعرضوه في المؤتمر؟ انا كنت متخيله ان انتوا يعني مشروع قناه محور قناه السويس خارج هذا المؤتمر. لا الحقيقه المشروع لانه بيتزامن فتره نهايه المشروع والدراسه مع وجود المؤتمر، فطبعا دي فرصه جيده جدا في ان احنا نظهر المشروع في الصوره اللائقه. الحقيقه يعني نظرا لاهميه المشروع فيوجد اتجاه ل تواجد خاص داخل فعاليات المؤتمر، سواء عن طريق جلسه خاصه لعرض المشروع بشكل عام على الماكرو ليفل، ثم هيكون عندنا ورش عمل تفصيليه لعرض مجموعه اخرى من التفاصيل اللازمه من المؤتمر. طبعا حضرتك عارفه يعني العرض داخل المؤتمر ده يختلف عن اي فعاليات اخرى. احنا لازم نكون يعني انفستمنت اورينتد، متجهين الى الناس المستثمرين دي جايه عايزه تسمع ايه وعايزه تشوف ايه، بحيث يكون في نقاط جذب واهتمامات المستثمرين اكثر منه عرض لفعاليات اخرى. هل هتعرضوا مشروعات محدده مما داخل المحور باشمهندس ولا جاست جنرال اوفر فيو يعني؟ الاثنين، احنا بس عايزين الاول ندي المناخ الاساسي للاستثمار، ندي الرؤيه العامه، دي نقطه مهمه جدا للناس لازم تحس ان احنا عندنا منطقة خاصة لمناطق التنمية ليها قانون محدد، ليها حوافز استثمار محددة، والناس تبقى عارفة الهيئة اللي هتتعامل معاها شكلها ايه، سواء تتواصل معاها جوه المؤتمر ازاي او بعد المؤتمر ازاي. لازم تكون العملية دي واضحة بشكل كبير قوي. لازم نقدم للناس على الشكل العام الاول كمان الميزة التنافسية للمنطقة. هل انتم متوقعين المفروض ان في قانون اخر هيغزر لقناه السويس ولا ده ضمن قانون الاستثمار ولا ايه؟ لا لا لا، قانون خاص وهو موجود حاليا في لجنه التشريع في وزاره العداله الانتقاليه، ويعني حسب ما انا فاهم ان المفروض هيعرض ان شاء الله على مجلس الوزراء في الجلسه القادمه يمكن او في خلال الاسبوع الجاي، لكن هذا القانون هو قانون قائم وتعديلات عليه يعني يجب ان تكون صدرت ان شاء الله مع تسميه الهيئه المسؤوله عن هذا المشروع قبل المؤتمر. ده نقطه رئيسيه. يعني انت متوقع صدور هذا القانون قبل المؤتمر؟ ان شاء الله باذن الله.